يعني مره بنته بنت رئيس الدوله قدمت عن طريق المواطنين، اتذكر هي البنت الكبرى قبلت عن طريق المواطنين، وجدت احدى الموظفات قالت لي دكتور هاي استماره مال بنت رئيس الجمهوريه ومقدمه عن طريق المواطنين. وكان اتذكر يعني شلون عن طريق المواطنين؟ يعني عندنا احنا المكاتب التقديم يصير عن طريق المدارس. بالضبط. اي فاحنا ننطي الاستمارات للمدارس، المدارس كانت تعطيها للطالب، الطالب يمليها يكمل، عندنا مراكز التقديم يروح الطالب مو يرجعها للمدرسة، لا يوديها مركز التقديم، مركز التقديم كانت موجودة. فجت بنت رئيس الدولة استمارتها يعني حالة حال مواطنين مقدمة، يعني هذا أذكرها بكل يعني حتى من قرأت الاستمارة مالها. تتذكر كان معدلها؟ أعتقد كان معدلها بال 76 أتذكر. علمي لو أدبي؟ علمي هي. نعم كانت علمي، كانت علمي، وكانت حتى حقيقة طالبة دراسات أدبية يعني لغات أو ترجمة أو لغة إنجليزية وإلى آخره. يعني حتى أتذكر قرأت الاستمارة وظيفة الوالد رئيس الجمهورية رقم الهاتف، يعني كانت الأخ يعني كلامي هذا أنه كانت العملية عملية بها ترانسبيرنسي يعني شفافية عالية، ما كان بها أي قبول لشخص غير مستحق، إلا إذا كان حقيقة كنا بقى في بعض الأحيان يصير تناقل بعض ظهور نتائج القبول، أنه هناك مثلا حالات إنسانية بنت مقبولة بالبصرة وما عندهم غيرها وما أدري إيش، نحاول بالمقابلات ننقلها اللي كان يساعد بها الأستاذ الشيخ لي، يعني ننقلها إلى معدل قريب إلها جدا بحيث ما نتجاوز المعدل واختصاص قريب، يعني لأسباب إنسانية فقط إنسانية، يعني مثلا تكون بنت ما عدا متوفي والدها وما عدا غير أمها وما عدهم مصروف بيتهم ببغداد ومقبولة بالبصرة. بالبصرة فكنا نحاول إن بالمقابلات إن 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 نقبلها، بس ما نقبلها بنفس اختصاصها، نقبلها بالاختصاص اللي يتعاون مع معدلها. بنت رئيس الدولة وين انقبلت بعدين؟ انقبلت بعدين بترجمة أتذكر، ترجمة في الجامعة المستنصرية. نعم ترجمة المستنصرية. طيب أستاذ جلال، النتائج تعلن وأسماء الطلبة تجي سيكونس بالتسلسل، هذا معدله 97 اللاخ 97 اللاخ 96، ما نقدر نقول أبو وتوقف القبول ب 96، من يستطيع واحد عند 94 نقبله؟ اليوم معدله راح يظهر بالسيكونس بالأوراق القبول، ولهذا تشوف أن أوراق القبول مالنا كلها دقيقة متدرجة من الأعلى إلى الأدنى، وهكذا بالقبول المركزي.